تغلط يا إنسان وتضيع أمانينا. الدنيا يا ناس تلعب بينا، طمع وغرور ساكن فينا. الدنيا يا ناس تلعب بينا، طمع وغرور ساكن فينا. تمضي السنين واحنا تايهين بين الأمل واليأس ضيعين. تمضي السنين واحنا تايهين بين الأمل واليأس ضيعين. يا ابن آدم يا أسير الشهوات، أنت ظالم قاسي مولع بالحياة. يا ابن آدم يا أسير الشهوات، أنت ظالم قاسي مولع بالحياة. يوم الوعد بتندم، يوم الوعد بتندم، يوم الوعد بتندم عاللي ضاع واللي فات. يوم الوعد بتندم، يوم الوعد بتندم، يوم الوعد بتندم عاللي ضاع واللي فات. اصحى قبل الندم، خلي الحب يعود، خلي البسمة تعم، خلي الرحمة تسود. اصحى قبل الندم، خلي الحب يعود، خلي البسمة تعم، خلي الرحمة تسود. الحسن، حبيت نطلب منكم حاجة واحدة، ولازم تحلفوا لي مهما يصير القصر هذا ما يتباعش. يتباع؟ باين عليك يا خويا تجهل واش في دماغ السي حسدين. انه يبيع ويمحي الماضي. هو غير هادشي اللي ما يصرش. القصر ما يتباعش مادام انا راني في الحياة. بصح عز الدين يخافك وياخذ رايك. سكت علينا انت، يا ما تزيديليش همك يرحم والديك. توجه عندها الحق، خير انت اللي ما تحبش تستعرف. صح صح، انا خديت حذري. حسدين يقدر يتصرف في كل شيء مع هذا القصر. واش يكون هذا عز الدين غولي يخوفكم؟ يا كان باباه وانا اللي نحكم بعد خويا العزيز معلوم. لا لا، من تاريخ اليوم بالدقيقة هذه أنت السيد، أنت اللي تأمر وتتصرف. أنا كتبت عليك كل ما ننسى نكسب، لكن الوصية الوحيدة هذا القصر ما يتباعش. اسمع اسمع يا عبد الرحمن يا خويا، لعتو اللي حب يملك هذا القصر هو سالم. وهذا ما كفاوش الفيلات والعمارات اللي يكسبهم؟ يشريه باش يشتت كل ما فيه، يشريه باش يحطم الحلم اللي عاشوا فيه عديانه، يشريه باش يمحي اسم عائلة جبل النور من الوجود. بصح علاش هذا الحقد وهذا الكره الكل؟ حتى واحد ما قدر يصرح بيناتكم. اسكت علينا يرحم والديك، ماشي احنا اللي نكرهه، هو اللي لو كان يصيب يمحينا من الارض، يحرمنا حتى من الهواء اللي رانا نتنفسه.
لازم تحالفوا لي الاثنين بلي سالم عمره ما يملك هذا القصر، عمره ما يملك هذا القصر. كن مهن يا خويا، هذا القصر راهو أمانة في رقبتي أنا. عبد الرحمن تجيب المصحف، لما أنت هنا حتى تحلفوا لي. سيدي أنا من جهتي كن متهني. نحلف لك لي سالم ما يملكش هذا القصر ولو نبيع عمري عليه. خلاص راني تهنيت. تنجموا تروحوا، خليوني وحدي. الو، نعم، شكون نقولو؟ معني سي سالم، سي سالم تليفون. الو حكيم، واش راك؟ لاباس؟ واش راك تقول؟ مات؟ راك متأكد؟ الله يبشرك. ايه على بالي باللي ما تقدرش تجي، لازمك تحضر للجنازة. بصح شوف، رد بالك تخفى عليك حاجة، يلزم تجيب لي كل التفاصيل. روح بسلامة. بابا شكون هذا اللي مات؟ قويدر، تهنيت منه الله يرحمه. العباد كيما هادو ما يستاهلوش الرحمه.
لا في الدنيا ولا في الآخرة. عليك هذا الحالة علاش؟ هذو يومين ما كليتي ما شربتي علاه؟ يا اخي انتي مؤمنة وتعرفي ربي، ديري العقل، بركك من هذا الحزن، بركك بركك، استغفري بنتي استغفر. استغفر الله استغفر الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. خلالي الوحش يا خالتي دوجة، خلالي الوحش، ما قدرتش نعمل بلي عمي خلاص ودع ومشى للحق. خاكي شفتي كان دايما يفرح مسكين كي تجي نزورو، وكنت ما نتهنى حتى نشرب له الدواء ديالو. يا ربي ما ظنيتش نخدع هكذا، يخليني حتى نروح ويغمض عينيه في غيابي. يا ربي يا بنتي يا بنتي، الموت ما تشاورش، حتى انا وباباك ما حضرنالوش، كنا في البيت معاه مقصرين، هو يوصي فينا، كي خرجنا خليناه لاباس عليه. احنا حبطنا الدروج وحنا سمعنا حاجة طحت، بعد باباك راح يجري، هو طلع هو صابو دايما. يا سي قويت الله يرحمك ويوسع عليك. هي بنتي امسحي دموعك وروحي تقعدي معنا تحت، واحد وحده يبرك عليه الشيطان يا بنتي. هي بنتي هي هي. دمعوا دمعوا عويناتكم الكل كيما راكم. كلي بالصح، انا اللي لازم نبكي اللي خرجت صحراء، وما انتوما صندوق تاع الذهب راه يستنى فيكم، والخشينه عنتر تاعها هذاك وين يصيب غرضو. لا هداه ربي راهي له حنا خبيزه، ولا ما هداهش ربي هاني نيبس انا ووليداتي كي لبعاش. ودوك انت كيفاش معاك؟ ما تسكتيش؟ تعملي مليح تشدي هذاك الفم، ولا درك تولي منين جيتي؟ طالك الشان وليتي تحاسبي سيادك. انا الخشينه الخشينه راسك يا وحد الزرموميه، وما راجلي عنتر ونص، موتي بالغزال. موتي انتي قد ما تكسبي ما تشبعيش، يا لطيف على الكرش الكبيره. يا ناس وشنو هذا التبهدايل؟ الراجل راهو دمه مازال ما بردش، وانتم راكم تكلموا على المال. انا ما قلت والو، هي اللي بدات. معلومه تقولي والو، علاش تقولي؟ على خاطر راكي راقده عليهم، والبنكة رايحه تفوح بدراهمكم. يا ربي فرج وعيني تشوف. انتي تعرفي ربي انتي، النميمة والخدع والتمنشير كلهم صفات الشيطان يعيدوا بالله فيك. زيدي تحلي فمك وتهضري على ربي. مازلتي هنا انتي ياك؟ سربيتي القهوة وش راكي ديري؟ هيا هيا نوضي، عطري رجليك نوضي، خفي للكوزينة. بوه يا بنتي، يا خرانة في الموت، والخدامة واش دارت لك؟ اش دارت لي؟ هذه ودنيها رادار، هذه ضلت لقط سوسة ما تعرفيهاش برك. السوسة اللي تاكلك ان شاء الله رقية،
راكي تشوفي خالتي حنيمه ياك راكي تشوفي بعينك اجيني يا بلا ولا نجيك. طاوس تعلمتي تهضري، شوفي والله وتزيدي كلمه يا نضرك الرونك. انا بسم الله الرحمن الرحيم تنقز من هذا لهذا الكلب المكلوب. كلب المكلوب راكو تسمعوا ها؟ سمعتوا بودنكم راكو شاهدين. حسبي الله ونعم الوكيل، هذا راه عار كبير هذايا. اتقوا الله يا الناس، وش بيكم هكذا؟ المرحوم الروح ديالو ما خرجتش من الدار. اليد في اليد يا ولدي، هو الله يرحمه لحقت ساعته. بركة فيكم انتما، مات متهني وخلى رجال وراه. بركة في سي عز الدين الله يبارك، راجل ونص. وعلاش حنا قطط ما نتحسبوش؟ حاشا انا ما خسرتش. انت تاتا؟ ايه تاتا، وعندك زوج وجوه. واش مبالك ما على باليش بالطراطق اللي راك دير فيهم؟ سي با لا بين تزغد بزاف. انا علو الشيطان يا جماعه، ماشي هكذا في عود ديروا اليد في اليد. راكو كاش ما قلت يا خويا جعفر، ياك راك شاهد. بصح عنده الحق، انا براني في هذا الدار مهما درت ما رانيش مليح. واش درت؟ واش درت؟ شوف انت يا تعمل مليح تبلع فمك، وعلى بالك واش راني نقصد، على بالك. المفاهمة من بعد. عيب والله غير عيب، وعيب كبير. انا ما على باليش كيفاش نهضر معكم دوق. لا حبيتوا تفرجوا فينا الجيران قولوا لي هكذا نفهم نغمها ما زيدش نهضر. او هذه موت هذه، ما تحشموش على عرضكم شويه. انا باوا سي با بوسيبل، سي با بوسيبل. اللي ما عاش متمتع بالدنيا. ايه بصح الحمد لله في حياتي ما شفت زوج مساعدين متفاهمين بحالكم. كان الله يرحمه اعز عليا من نفسي. هو ثان في الايام الاخيره كان يخمم عليك بزاف، ودائما يسالني اذا تقدر تدبر راسك بعد غيابه. نقول لك الصح، انا كنت دائما نستنى هو اللي يدفني. ما تقولش هذا الشيء، اللي جات من عند ربي الحمد لله مرحبا بها، والحمد لله خلاك وصعيلة كبيرة ومعك سي عز الدين اللي هو الوحد ويسوى 10 رجال. الله يسلمك. شوف يا الحاج يا خويا، أنا ماشي من عادتي ندخل روحي في شؤون الناس. خسارة عليك يا الحاج، أنت كنت حبيب الروح المرحوم. بصراحة كنت الغير، كان يحكي لك بهموم اللي انا ما نعرفهاش. ايه كانت بيني وبينو صداقه ومحبه طويله، على هذا الشيء اللي قررت نناسبه وندي مريم بنتك لوليدي جعفر. انا كان بابا مفششني وزوالي مسكين، لكن شاطر يزيد يجيب حقه دائما، يرمي الشبكه تطلع بخيراتها. ايه كان عنده واحد الشوفات، واحد ما يقدر له، جاب لي ربي بلي عز الدين ادى شويه منه. سلاله والعرق جباد. صح عز الدين شاطر. انا يظهر لي بلي حقك تخليه هو يتصرف عليكم. وعلى سلاله هو بعد رجع. مساء الخير عليكم. جابك ربي، بديت نقول لبابك شو اللي طلبته مني. بصح دروك كي راك هنا
انت تفهمه احسن مني. واش هيك غير الخير؟ غير الخير يا بابا غير الخير. وشنو وشنو انا قلت له كان نديروا الفريضه خير هكذا باش نقدر نتصرف. ما تنساش يا بابا باللي التجاره كي القطار والانسان اللي فاتو القطار الدايم الله كلاه بوبي. عندك الحق، هذه سنه الحياه، اللي ماتوا الله يرحمهم، لكن الحيين لابد يتحركوا. في الحركه بركه، تحركوا ترزقوا، ولا واش قلنا بابا؟ الفريضه لابد منها، لكن علاش القلق؟ نخلو ثلاث ايام الجوز ومن بعد يفرج ربي. بالعكس يا بابا، اليوم خير من غدوه. ما تنساش باللي عمي الله يرحمه كان يوصيني دائما على الشيء اللي نقدر نعمله اليوم ما نخليش الغدوه. وثانيا يا بابا، لازم لي وثائق باش نتصرف. علاش القلق كامل؟ واش يقولوا فينا الناس؟ الناس واش دخل الناس في قوانا؟ ما تنساش باللي عمي الله يرحمه عمره ولا اهتم ولا اعطى قيمه لقوى الناس. يعني كي تجي تشوف يا الحاج، عز الدين عنده الحق، لازم تديروا الفريضه، وكاين بزاف الناس اللي داروا الفريضه قبل ثلاث ايام، والحاج الله يرحمه ما عنده غير انتم، ما عندوش وراث اخرين. واذا حشمت يا بابا باش تروح للقاضي بنفسك، معليش يا سيدي، القاضي يجي حتى لهنا لعندك. على سلامتك سيد الحاج. الله يسلمك الله يسلمك. عبد الرحمن عنده يومين وهو صايم، قلت انا بالك في خاطرك يقدر يشرب فنجان قهوه. واش بابا نروح نجيب القاضي؟ القاضي علماش عز الدين بغى يدير الفريضه باش يسير الامور. الفريضه، انا عند بالي يجيب القاضي باش يقرا الوصيه. وشنو الوصيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله
لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته. الفريضة أنا عند بالي يجيب القاضي باش يقرأ الوصية. وشنو؟ الوصية؟ واش من وصية بابا؟ ما قلتش لسي عز الدين بلي عمو الله يرحمه قبل ما يموت قال لنا بلي خلاه وصية. بصح عند من خلاه؟ وهو خلاني الوقت بالقلق تاعو ما يخلي حتى واحد يتكلم. اسمع يا وليدي، عمك الله يرحمه قبل ما يموت خلاه القاضي وصية، وإلا راك مقلق تشوفها تفضل روح روح جيبو. قلت لك ما تخافش، كاش ما نشوف وكاش ما نسمع راني نجي خبرك. ايه اذا كاش ما شفتي ولا سمعتك اروحي خبريني بيفي. وهذه حتى تقولها لي. اي هاك كتر خيرك ربي يخلفهم عليك. مالا هكذا بقى على خير، كاش ما يكون راني نجي لك. بسلامه بسلامه. لا تنساش ها واش وصيتك. ها لا تخاف، قلت لك كاش ما نشوفو نسمعني نجي نقول لك. رشيد رشيد راك تخمم غادك عمك. ايه الله يرحمه قاعدنا نموت. اوا غير انتي ما شكيتش تموتي. بو على الرشيد كاين واحد ما يموت في هذه الدنيا. بصح والله غير عندك الحق، انا ما شكيتش نموت موت ربي، انا نموت بالغزال نتاع زاهية والغول نتاع عز الدين. عرفت والله غير عرفت. كنت ترانكي. لا لا دخلتي عرفتها باللي جيت تخلطي فيا. رشيد حاشا ما جيتش نخلط فيك. وشنو كي شفتك غايدك عمك بزاف قلت نجي نحيلك شوية على خاطرك. هذا ما كان، لو كان تسمع اليوم وش دارت فيا زاهية ما خلت ليش قدام خياتك والناس براويه. واش قلت لك؟ ها يتسمى تجي تشوفيني غير باش تمشي فيا؟ ها ما تعرفيش تهضري كي الناس كامل تحكي حكايات، تهضري نورمال هضري نورمال. بو على رشيد نحكي حكايات وعلى ما فيهاكش الحكايه تاع الكتابات. ها بصح انت ما تفيقش ولا دير روحك ما على بالكش برك باه تخطي المشاكل. ها القصر رشيد القصر هذا فيه ماشي غير حكايه واحده، فيه حكايات وحكايات وحكايات. يا ربي ها يا ربي اعطيني الصبر والعقل. اسمعي هذا راسك واش كاين هنا، مخ ولا حجره؟ او
راكي تشوفي فيا راني مثلا مجروح عمي غير كيما مات كان ساس وركيزه في هالدار وانت يعطي قلبك تجي تخلطي وتعجني في الكلام. لا راك تبكي على ركيزه تاع القصر غير ما تخافش كاينه ركيزه وحده اخرى طويله وشينه. والله ما تحشم. شكون هذا ركيزه راكي تهضر عليها؟ شكون؟ لالا زاهية قالت لنا باللي منا ورايح، قالت لنا عز الدين هو عنتر ديالكم، الوغ لازم تسمعوا وتطيعوا باش تاكلوا الخبز، وإلا ما كانش قالت لنا لالا راكم رايحين تيبسوا كلكم كلب عاش. أنا الخبزة واحد ما يصدقها عليا نجيبها بدراعي ولا جالسك في يدو غير يقطع من دوق. انا ما تاكل على حتى واحد، ما طمع حتى في واحد، ودوق لا حب يرجع ركيزه في هالدار ولا يرجع عنطر الله يسهل عليه، بصح ما يتعنطرش عليا برك. رشيد لا هو يرجع عنطر، انت واش ترجع ها؟ واش تولي رشيد؟ انا؟ ايه انا نولي جايح. ها؟ من شحال من خطره قلت لك بركاي من هاد الشوفات، ياك على بالك شحال مره نعاود لك بلي انا خاطيني المال خاطيني الشي خاطيني خاطيني السلطه ما تفهمينيش. ايه حاشا حاشا لا راجلي جايح راجلي سبع مازال ما زهرش بركويا وينهم نهار اللي يزهر. اللي كان عنطر يولي منوش. شوف تعرفي كيفاش ولا ما كان لها على خاطر الكلام معك ما ينفعش كاع مالا انا رايح لاتولي وانت قصري مع الحيط. رشيد راك هنا سقسيت رقيه قالت لي نلقاك في لاتولي وعلاش راك قاعد وحدك؟ لو كان جيت قاعد معنا نتوارسو ماشي خير؟ عندك الحق بابا بصح حبيت نقعد هنا وحدي مع اللوحات على خطر على خطر انا نفهمهم وهما يفهموني جابلي ربي بابا دوقا ما نقدرش نغير طبيعتي لازم لي الوقت هكذايا وين نصيب روحي وحدي باش نتكلم مع نفسي ونتكلم معكم. يا بابا ماشي راح نلوم عليك تربيتني مليح بصح جاب لي ربي التربيه تاعك قريب ولا تغلط في الوقت هذا ربي خير الامل على الحق على العداله على القناعه كي خرجت برا نصيب روحي كلش بالعكس اللهفة السرقة الخدعة التنفيق لو ماشي انت وبلادي ما نعيش انا روح كاش جبل ولا وش تطلب حر والرياح نسحقني مالي والو انا نسحقش ربيتي على القناعة تكفيني نتنفس بصح عندي الدراري بابا اسمح لي دوك نجيب لك البيب اشوف عينيك بلي راك تقول واقيلا راني شويه بديت نهبل لا لا يا وليدي ما هبلش بالعكس انت ربي رزقك بالعقل واللي رزقه بالعقل خير من اللي رزقه بالمال على خاطر المال بلا عقل يدي الهلاك والصفات المحموده اللي راك تكلم عليها وترسمها بعض الاحيان في اللوحات نتاعك راهي موجوده فيك على هذيك ترسمها تا قلبك ابيض وعقلك واسع عمك الله يرحمه ربي يرزقه بالمال وفوق هذا ساب له العقل عمري ولا شفتو ضعف قدام المال كان يقول لي رشيد ومريم نعمة من عند الله على خطر خرجتوا تشبهولو ما تغويكمش المادة وعلى هذا وصاني
قبل ما يموت باش نعطيك هذا الدفتر تقراه، راهي فيه قصة حياته كاملة. هذا الدفتر بلا شك كان عزيز عليه مادام كان مخبيه في الصندوق. ما هدر عليه حتى واحد، حتى وين حس بالموت قال لي أعطيه لرشيد يقرأ، رأي فيه قصة حياتي. تولم كاش نهار يقدروا ربي ويكتبها ويربح عليها. حافظ عليه وما تخلي حد يدنى له، وكي تكمل مقرأته ماذا بيك تحكي لي كل أسرار. الله يرحمك يا عمي، كان عاقل شي ما يغفل، حتى الحكاية تاع المعيشة ديالو سجلها في هذا الدفتر. على بالك بابا دوك يا تلعب ماشي نازل دخل في قلبي تاع الصحيح فيه.